السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 178. عندنا اليوم ليكسيك، عندنا لي بريفيكس. إذا نقرأ الجمل. Cet enfant méconnaît le danger du feu. Le conte est une histoire irréelle. La distraction de la nature est désagréable. Nabil est un enfant surdoué. هذا الطفل يتجاهل خطر نشوب الحريق. الحكاية قصة غير واقعية. تدمير الطبيعة أمر مزعج. نبيل ولد موهوب. إذا ندوزو أولا، j'observe et je découvre. Je lis les phrases et j'observe la forme des mots soulignés. Je découvre que يعني méconnu راه الكونترير ديال كوني. هنايا درنا يعني زدنا واحد مي باش نحققوا لا نيغاسيون، يعني نو كوني با باش نديروا الكونترير ديال كوني غنديروا ميكوني. اذا مي بلس كوني يعني الكونترير ديال ايريال. ايريال هي ني با ريال يعني واقعي، هنا غير واقعي هنا غير واقعي. اذا باش حققنا يعني الكونترير ديال ريال درنا ايريال، زدنا اي ار يعني بليس ريال. هنا ديزاغريابل، اذا في لا نيغاسيون درنا ني با اغريابل، اذا اغريابل هو الكونترير ديال ديزاغريابل. يعني باش فرقناهم ب دي بليس اغريابل. اذا هنا عندنا ايريال الكونترير ديالها هي غيال، ميكوني الكونترير ديالها هي كوني. اذا والفرق يعني بدل ما نديرو نو كوني با كنديرو ميكوني، يعني باش بلا ما نديرو يعني الا مبغيناش نديرو نو كوني با اذا كنديرو حنا ميكوني. ايريال ديزاغريال. هنا كاين سيردوي، سيردوي يعني بحال غنقولو فائض. اذا هنا يدوي بلي كو لوردينير يعني موهوب اكثر من المعتاد. اذا هنايا سيغ يعني هي فائض يعني اكثر، بلس دوي. اذا هنايا ماشي الكونترير ديالها ولكن يعني فائض يعني اكثر من عندنا موهوب، هنا اكثر من موهوب، اكثر من موهوب يعني سيغ دوي. هنا عاد كنقسموا هاد الكلمه لجوج اقسام، كاين بريفيكس وكاين الغاديكال. يعني الغاديكال هما يعني الكلمة الرئيسية أو الأساسية اللي كانت يعني الأصلية، الكلمة الأصلية كنزيدو عليها هاد البريفيكس. هنا كذلك إر بريفيكس غيال غاديكال، هنا دي بريفيكس أغريابل سي لو غاديكال، هنا سور بريفيكس وهنا دوي لو غاديكال يعني الأصل ديال الكلمة. إذا هنا هي الأصل ديال الكلمة. ثانيا جو مانيبيل اي جو ريفليشي، جو شيرش لو راديكال دي مو سويفون. عندنا انكابابل، اذا انكابابل لو راديكال ديال انكابابل هو كابابل، والبريفيكس هو ان، اذا هنا كابابل. ديزوردر، اذا لو راديكال ديال ديزوردر هي اوردر، هذا هو لو راديكال، ودي هي بريفيكس. اذا اوردر
surpassé. Il y a sur préfixe, passé, ou alors radical. Passé. Mal, honnête. Il y a quand on dit le radical ou honnête, le préfixe ou mal. Il y a honnête. Il y a prédire. Il y a le radical ou dire. Vous n'avez pas pris. Identité, incapable, yani غير قادر. Désordre, اضطراب. Surpasser, yani تفوق. Malhonnête, غير شريف. On a prédire, yani تنبؤ. ثالثا, je retiens. Certains éléments sont ajoutés au début de quelques mots pour obtenir des mots nouveaux. يعني يتم إضافة عناصر معينة في بداية الكلمة في بداية بعض الكلمات للحصول على كلمات جديدة. Ces préfixes expriment des idées ajoutées comme la négation, l'inverse. يعني تعتبر هذا يعني هذا préfixes هي مضافة. باش تعطينا يعني النفي او العكس. اكزامبل هنا انكوريكت ديزابيي مي سيستيمي انفيني. يعني هنا انكوريكت انكوريكت غير صحيح. ديزابيي خلع ملابس. هنا مي سيستيمي يعني استخفى. هنا انفيني يعني لا نهاية. Félixé, yani exemple, elle traduit sur taxe. Yani هنا yani faïd. Yani شي حاجه زايده. Yani هنا كاينه دو عندنا elle traduit. Yani ناعم دو ناعم elle traduit فائق النعومه. هنا تاكس القيمه sur taxe يعني القيمه المضافه. Rabian, je m'entraîne, je recopie les listes en supprimant le mot entrée. Yani, radin n'aoudo kitabat al-kalimat, on haïdo, yani l'kalimat d'akhila. Iden hnaya. Yani l'kalimat d'akhila hnaya, yani hiya l'kalima li kikoun, yani katkoun kamla. الراديكال يعني كيكون الكلمه كامله اصليه اللي ما دخلش عليها البريفيكس. اذا هنا انكومبلي يعني عندنا بريفيكس ان وعندنا الراديكال كومبلي غير مكتمل. هنا انديكي مبين يعني هنا راها كامله راديكال يعني الكلمه اصليه هنا. إذن هذه هي الكلمة الدخيلة. إذن غنشطو عليها. هنا انديفيني يعني الغاديكال كاين ديفيني والبريفيكس كاين ان. هنا انفاريابل يعني كاين فاريابل والبريفيكس ان. إذن هنا قلنا مبين هنا غير محدد هنا غير ثابت. إذن غادي نكتبو هنا incomplet indéfini invariable et avec une agrandir alourdir, applaudir, alléger. Iden, agrandir. Yani, tkbir, alourdir. Tataqul. Applaudir, tasfiq. Alléger. Yani, tftih.
إذن إين هي الكلمة الداخلة هنا؟ أغرونديغ يعني الراديكال عندنا هو غرونديغ بريفيكس كاين أ، إذن كاين هاد ألوغ ديغ كاين البريفيكس أل أل والراديكال أوغ ديغ. أبلوديغ يعني كلمة كلها راديكال يعني أصلية، هاد الكلمة أصلية يعني ما فيهاش البريفيكس، اذا هذه الداخله. اليجي يعني كاين ال بريفيكس اوليجي يعني راديكال، اذا غادي نكتبهم اغوندير الوردير اليجي. اذا هنايا يعني كاين عندنا بريفونير بريتي بريدير بريفوار. اذا بريفونير عندنا لي بريفيكس هو بري راديكال فونير، هنا بريتي يعني راه كلها راديكال، اذا عندنا يعني الدخيل عندنا يعني هو هذا. بريدير يعني راديكال عندنا هو دير، والبريفيكس هو بري هنا بريفوار فوار راديكال بري يعني البريفيكس. اذا غادي نكتبوهم بريفونير بريدير ندوزو لبي. جو كومبليت سولون لو موديل يعني اكمل حسب النموذج. اذا عندنا هنا النموذج انسيفيزون سيفيزون يعني غير كافي كافي. ديكودي اذا انسيفيزون هنا يعني البريفيكس هو ان اي ان راديكال هو سيفيزون. ديكودي ديكودي يعني لي بريفيكس هو دي راديكال هو كودي كودي. مي كونتون بريفيكس هو مي كونتون هو الراديكال. اذا هادو راه كلهم كونترير دي كونترير. Affaiblir. Affaiblir. Yani radical. Ou affaiblir. Ou préfixe ou af. 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 Il est nain. Affaiblir. Irrationnel. Yani le radical ou rationnel. Au préfixe ou er. Et dans le rationnel. Malhonnête. Et dans le préfixe ou mal. Yani mal. Radical ou honnête. Honnête. ديزابيي. إذن ديزابيي يعني الراديكال هو ابي بريفيكس هو دي avec s. A je complète le tableau suivant selon le modèle يعني اكمل الجدول التالي حسب النموذج. إذا النموذج اللي عطينا هو دي لوجي لو كونتخير دو لوجي. بريفيكس يعني دي. هنا دي ستابيليزي
يعني الprefix هو دي. إذن لو كونترير de stabiliser. Surcharge, yannina, maintenant sur, préfixe. Il est nommé contraire, et n'a l'excès. L'excès de charge. Malchance. Maintenant, préfixe mal. Il y en a le contraire. Contraire. Maintenant, j'en ai fait une petite peu de... contraire de chance. Déshabillé. Et dans déshabillé, préfixe dé. Et dans le contraire, contraire de habillé. Inanimé. Inanimé. Maintenant, préfixe et en. Il est le contraire. Do. Animé. B, je retiens le vocabulaire de l'internet. Yani, mufradat l'internet. Chat. Chat, wadderdacha. Discussion en direct. Yani, dardacha, haya. Dan chat, discussion en direct. Email, yani, wa, le baril électronique, courrier, électronique, yani baril électronique. Le modem, c'est l'appareil qui vous permet de vous connecter à l'internet. Yani le modem, هو الجهاز الذي يسمح لك بالاتصال بالانترنت. Pièce joint. Un document qui l'enjoint à un courrier. يعني pièce joint هو المرفق. يعني هو المرفق مستند مرفق. Je cherche sur internet. Je note la liste de mes sites préférés. يعني ابحث على الانترنت يعني استخرج او يعني قائمة المواقع المفضلة لدي. هنا يعني اختيار لكم هذا. إذن الشيء اللي كاين في الصفحة 178 179 إن شاء الله نتلقاو في صفحة قادمة بحول الله والسلام عليكم.